السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل متابعي ومشترك قناة أجيال درس. النهاردة معانا مشكلة غريبة قوي لطالب في أولى ثانوي جاي يدخل الامتحان. النهاردة جاله حاجة غريبة، هنشوف في الفيديو وهنشوف تعليقاتكم، وهنتظرني في كل جديد على قناة أجيال درس. فيديو غريب وحاجة غريبة دي بنقدمها لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، يشوف لها حل، لأن الحل دلوقتي أحسن من بعد كده، لان تالت سنه مش هيبقى فيها المشكله دي، مش عايزين مشاكل زي دي. يلا بينا نشوف الطالب اللي جاي يمتحن طلع له حاجه غريبه وهو بيمتحن في التابلت النهارده. يلا بينا نشوف الفيديو. حرف طيب يا مستر، مش عارف اعمل ايه بصراحة. حضرتك بدوس تسجيل الدخول، قال لي كمان انتوا كاتب الفعل ده لسه حاليا الموضوع ده. انا بخش على الامتحان بيقول لي انت تقييمك بنجاح، وانا ما عملتش اي حاجة، ما امتحنتش خالص. يعني انت لسه داخل الساعة كام؟ انا داخل الساعة 10 ولسه بتفتح الامتحان قال لك كده؟ اه. طب عملت ايه بقى؟ عملت شكوى وقعدت ادور اقول للناس. طب انت طب اقفل وافتح تاني وخش امتحن تاني. مفيش، حاولت برضو. حضرتك ما تعرفش حد في الوزاره؟ طيب سيبنا من الوزاره دلوقتي، انت خليك في الموضوع بتاعك الاول وبعدين نشوف الوزاره، نتكلم مع الوزاره. انا بتكلم معاك دلوقتي، افتح تاني، اقفل التاب وافتحه وادخل اكنك داخل منصه امتحان تاني. ماشي هجرب. انت منين؟ ممكن اجرب وارن عليك عشان. ماشي مفيش مشاكل. انت منين؟ انا من كفر العلم. لا محافظة ايه؟ محافظة القاهرة. طب ماشي يلا جرب واتصل بيا تاني. ايوه مستر. ايوه يا باشا. دلوقتي انا برضه رصدت التاب ومفيش حاجة حصلت، وطلعت ومسحت بيانات تخزين مؤقت وكده. عملت ايه بقى؟ برضه جاب لي نفس الكلام. تقييمك بنجاح؟ اه لك تم تقييمك بنجاح وانا ما امتحنتش. انت بتمتحن مادة ايه؟ مادة جغرافيا. ايوه انا مستغرب، الناس كتير امتحنت ومبسوطة يعني. طب ما دلوقتي لسه مدخل يعني، بحاول بقالي الساعة دي كلها عمال احاول، مفيش برضو. حاول تاني كده. المشكلة دي ظهرت لواحد صاحبنا بس في الامتحانات التجريبية. واحد صاحبنا كان قاعد معانا برضو وظهرت له كان نفس المشكلة دي، جت له كل يوم. ما امتحنش برضه غير امتحانين وجات له في بقية المواد كلها. يعني دي أول مرة تحصل معاك؟ اه بس أنا اللي عارفة إن هي حصلت مع واحد تاني زميلي يعني، بس كان في الامتحانات التجريبية مش في الامتحانات ديت. طيب دلوقتي أنت يعني أول ما تفتح بيجيلك التقييم ده تصورها لي؟ حضرتك ده رقم الواتس أبعته عليه؟ اه رقم الواتس، حاول تصورها لي حتى لو فيديو، على اساس ان انا يعني انا بسجل المكالمه بحيث لو في اي قلق نعرضها على الوزاره يعني. حاضر يا مستر. ضروري يعني. ماشي يا مستر. ماشي. شكرا. مع السلامه. حاولت تخش تاني ما عرفتش؟ برضه ما عرفتش، ده ظهر لي مشكله جديده بيقول لي توجه جلسه بالفعل، ما عملتش حاجه. بعديها حاولت كمان دخل معايا، صورت لك بقى المشكله كامله. طيب ان شاء الله هعرضها لك بصوتك. اهم حاجة انا عاوزك تدخل تاني من تليفون باباك او من اي حد عندك في البيت. حاضر. حاول تخش الامتحان برضو تاني، يمكن عيب في السيستم، عيب في حاجة، بحيث ان انت برضو يعني امتحانك ما يروحش منك ويبقى برضو في الامان. مثلا وممكن فعلا امتحن دور تاني او حاجة زي كده؟ لا ان شاء الله ما فيش كلام من ده ان شاء الله. ما احنا دي رسالة بقى بنبلغها يعني لوزير التربية والتعليم، اهو انت مش لوحدك، ده كتير كلمني. فانا قلت اسجل دي علشان يعرفوا المشكله فين ويقدروا يحلوا المشكله دي، مش شرط السنه دي عشان السنه اللي جايه كمان يعني. وانت ذنبك ايه تتظلم يعني؟ ماشي مستر. ماشي ماشي. مع الف سلامه. لو دخلت الامتحان ضروري كلمني. حاضر مستر. ماشي مع الف سلامه. سلام. بص بقى يا مستر، انا كل شويه اقول ما اجي اخش عن البتاع ما بيرضاش يخش، اتكت السجل دخول اهو ما بيرضاش، ثابت.
انا دلوقتي اعمل ايه اصلا؟ انا مش فاهم، كل شوية اول ما اجي اعمل ما برضاش. يعني انا والله لازم ما سجلت حضور ان امتحان الاحياء بس، والله اعلم انا هنجح ولا مش هنجح. رجوك ساعدنا يا نصر والله.